طيب احنا شفنا رأي جريدو باعتباره مرن الفريقين، لكن ماذا عن لاعب مهم في المنتخب المغربي كان لاعب سابق في الرجاء حفيظ عبد الصادق، تحدث ايضا عن هذه المواجهة. فريق الرجاء المغربي وفريق الأهلي المصري، صحيح انها تكون مباراة قوية يعني الفريقين، رغم البداية ديال هذا الموسم المختلفة ديالهم في الدوريات. الفريق المصري اللي حافظ على التركيبة البشرية، الإدارة التقنية، كاين استقرار، كاين نتائج، احتلال يعني الصدارة في الدوري المصري، فريق اللي متعود على نهائيات. فريق الرجاء البيضاوي فريق اللي بدا بداية متذبذبة، نتائج عوامل كثيرة من بينها ذهاب لاعبين اللي كانوا كيشكلوا النواة ديال الفريق، الموسم الفريض، كذلك مكتب مسير جديد، إدارة تقنية جديدة، هذه كلها خلات أن النتائج ما ترقاش للمتطلبات ديال الجماهير الرجاوية اللي دائما كطالبهم بالنتائج الإيجابية ولا سيما الألقاب. فهذا هو اللي غيخلينا أننا نشوف مباراة غتكون مباراة قوية، واللي غيزيد من القوة ديالها هو يعني الفريقين بجوج عندهم لاعبين من مستوى الكبير. يعني جينا نشوفوا الأهلي المصري اللي كتشوف أمثال يعني في الصفوف ديالهم، واحد الفريق متكامل لا من ناحية الدفاعية لا الهجوم. هو تقريبا أكد على كلام اللي احنا بنقوله، وإن مش تملي الورق بيقول مين اللي يكسب. الأهلي بدايته أكثر استقرارا ونتائجه أكثر تميزا وصفوفه أكثر اكتمالا، ده من وجهة نظره، ولكن هذا لا يعني أنه يضمن المباراة. المباراة ستكون قوية من الفريقين وحظوظ الفريقين قائمة في هذه المباراة. أنا معاه. طيب في تقرير خاص برضو لمالك وكتابة من المغرب، بيتحدث يوسف الحداوي في راديو من راديو أصوات، ومحمد مفتاح الصحفي، وعبد الله جعفري المذيع في قناة مدى تي في، ومحمد بلعودي مدير نشر في موقع سبورت وان ما، في هذا الفيديو كيف يرى الإعلاميون المغاربة الأشقاء مباراة الأهلي والرجاء. أكيد النهائي سيكون قوي، رغم نسبيا على الورق الأهلي مرشح، لكن فريق الرجاء الرياضي كذلك يبقى فريق قوي، لن يكون لقمة سائغة لفريق الأهلي المصري. ربما عامل اللياقة البدنية قد يكون عامل لصالح فريق الرجاء الرياضي نوعا ما، على اعتبار أنه فريق الأهلي المصري مازال لاعبيه يواصلون المباريات كأس العرب مع المنتخب الوطني المصري في قطر، لكن هذا ربما يكون معطى إيجابي لفريق الأهلي على اعتبار أن كل اللاعبين فهم مجتمعون فيما بعد، لكن المباراة ستبقى 50-50 بين الفريقين. مباراة صعبة للطرفين، خاصة أنك تجي في واحد التوقيت اللي يمكن أنه غير مناسب لا للرجاء ولا للأهلي، خاصة أنه فريق الأهلي عدد من اللاعبين كيتواجدوا مع المنتخب المحلي، إضافة إلى ذلك لأنه المجموعة أو الفريق ديال الرجاء الرياضي طبعا بعد رحيل عدد من اللاعبين اللي يمكن نقول انه من الركائز الاساسيه للنادي، فيما فريق الاهلي المصري طبعا فريق لا يحتاج الى الحديث عنه لانه فريق كبير، فاحد اكبر الانديه في افريقيا، التاريخ ديالو يتحدث عنه، الالقاب اللي فاز بها هذا الفريق طبعا تتحدث عن نفسها، مع امتياز طبعا على الورق للاهلي المصري، ولكن لطالما كان فريق رجاء رياضي فريق يمكن أنه لقب بفريق النهائيات. هي مواجهة بين فريقين من القوى التقليدية في الكرة الإفريقية، صحيح بأن فريق الأهلي المصري هو نادي القرن في القارة السمراء، هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا بعشرة ألقاب كاملة، والفريق الذي أيضا توج بكأس السوبر في سبع مناسبات. في المقابل فريق الرجاء البيضاوي بدوره فريق متميز، فريق يملك تاريخا طويلا، فريق بصم على موسم استثنائي رغم أنه ليس في أفضل أحواله إلا أنه توج بلقبين هذا الموسم. في المقابل فريق الأهلي المصري هذا الموسم يحصد الأخضر واليابس سواء محليا أو قاريا. الأكيد هو أن هذه المواجهة ستكون مواجهة تعد بالكثير من الإدية والتشويق والإثارة، نتمنى أن تكون الكلمة العليا للأفضل في المستطيل الأخضر. ستكون مباراة قوية بالنظر إلى قيمة الفريقين وإلى تجربة اللاعبين
ربما على الورق فريق الأهلي المصري أفضل حالا من فريق رجاء الريادي بالنظر إلى الوضع الذي يعيشه فريق رجاء الريادي، مش من حيث نتائج سلبية ولكن الوضع العام. ولكن أعتقد بأن عزيمة لاعب الرجاء وخبرة لاعب الرجاء ربما تكون حاضرة في هذه المباراة المهمة، لن تكون صعبة أمام فريق قوي، فريق مجرب، يمتلك لاعبين في المستوى، يمتلك قائد يعرف الرجاء جيدا هو بدر بانون. أظن بأن الضغط سيكون كبير على فريق الرجاء الريادي لأنه ما حققش نتائج طيبة في مع بداية الموسم. هو سيحاول تعويض يعني النتائج في الدوري الاحترافي بالفوز بالسوبر الإفريقي، ولكن كما قلت المهمة لن تكون صعبة أمام فريق الأهلي الذي نعرف قوته، نعرف قيمة لاعبيه، ونعرف كذلك يعني قيمة المدرب موسيماني اللي يملك خبرة كبيرة في القارة الإفريقية. شوف، اتفقوا الأستاذ يوسف الحداوي، محمد مفتاح، عبد الله جعفري، أشادوا بالأهلي وبقوة الأهلي والورق بيقول إيه، ولكن المباراة في الملعب تقريبا قالوا 50-50. محمد بلعودي يعني هو الوحيد اللي رجح شوية فرصة النادي الأهلي، ولكن أنا مع فكرة إن الملعب هيكون له رأي حسب الحالة والتوفيق اللي في المباراة. الحقيقة كلام يوسف الحداوي في راديو أصوات إنه الرجاء مع كل الظروف لن يكون لقمة سائغة للأهلي. أيوة. لقمة سائغة ديت بتفكرني بيه، قبل الأهلي ما يدخل على المعترك الأفريقي مع الأشقاء في الشمال بالذات في تونس، كان لغاية قبل سطوة الأهلي مع مانويل جوزيه وإزاي يتغلب على الترجي الصفاقسي وكل الأندية التونسية الكبيرة، كانت الشعور لدى الأشقاء في تونس أن تونس ككرة لها الأفضلية على الفرق المصرية، حتى أنه مرة رايحين نلعب في تونس فكان منشط إحدى الصحف الرياضية توحشناكم يا لقمتنا، يعني هم كانوا شايفين أنه الكرة المصرية دي اللقمة السائغة الهنية اللي دايما الكرة التونسية بتاكلها. الحقيقة الأهلي وضع حد لده وأحرز تفوق كبير على الأندية التونسية الشقيقة تباعا، فكان له هذه الأفضلية ثم مع الأشقاء في المغرب. لكن كلام يوسف الحداوي أنه الرجاء لن يكون لقمة سائغة للأهلي، وزي ما المهندس عدلي أشار إلى أنه كل الزملاء المغاربة شايفين أنه الرجاء بيمر بظروف صعبة، لكن هو فريق يوصف بأنه فريق النهائيات، ودي خبرة بقى المباريات الكبيرة اللي لا يعني لازم يعمل حسابها. مثلا استاذ ابراهيم حضرناه بنفسنا لما رحنا في بطولة العالم للأندية والرجاء داخل بصفته المنظم، خاض مباراة تأهيلية صحيح كسبها، راح مشي في الحالة، قعد يتسلل لما لعب المباراة النهائية وخسرها 2-1 بالعافية من بايرن ميونخ.